يعني ما يخلوش الأمر من أنه يحدث توترات بينك وبين فؤاد من وقت لآخر. لما بيبقى فيه توتر بينكم بينعكس ده على اشتغل احسن. مش ممكن وحياة ربنا عشان بيبقى عايز يصالحني فبيقعد يدلعني اكتر في الشغل. تحس انت وهو بيؤدي كده بانه يعني عامل حتة زياده يبص لك نظرات كده على المسرح. ما هياش وانا كمان بعمل كده برضه. وانما بعد كده تخش كل واحد اوضته وقالوا عاملين زعلانين. بس لا يعني مش احنا طيبين جدا فؤاد وانا الحقيقه يعني ما مش عارف يعني ساعات نزعل وننسى. انا والله العظيم بنسى اقول يا رب انا مخصمه ليه وافضل افتكر وبعدين انسى. هو نفس الحكايه بينسى. لا هو يعني انا اكتر بنسى يعني هو بياخد يعني انا اللي بصالحه اكتر. معروف ان هو يعني بيضحك الممثل اللي معاه على المسرح. يعني عنده قدره على اضحاكه. وده بيعمله معاكي برضو ساعات. بيجيب نتيجه يعني بيقدر ان هو يخرجك. بيقدر اصل هو فؤاد عنده حاجه غريبه جدا يمكن ما حدش يعرفها كتير. عنده دراعه الشمال وعينيه. لو بصلك في عينيك قوي كده يا تتخض مثلا وانت واقف يتهيألك فيك حاجه مقطوعه. الواحد يعني عنده عينيه لما بيركزها يا وايديه ويبتدي بقى يشغل ايده الشمال وعينيه ويعملها وتحمر معرفش ازاي تخليك لازم تسخسخ من الضحك. الناس وجودها قدامك بيديكي اندماج اكتر ولا لما بتمثلي في البروفات بتحس انك انت تبقي مندمجه اكتر؟ طبعا الناس وجودها بيديني يعني اندماج اكتر وخصوصا اذا كنت حاسه الجمهور متجاوب معايا فببقى مندمجة أكتر طبعا. رغم أن يعني الفنانات دايما في أثناء التصوير في السينما ما يحبوش يبقى فيه غرباء في البلاتو أثناء التصوير. يعني وجود الجمهور أحيانا بيسبب نوع من التوتر للفنان. ده ما يبقاش موجود الإحساس ده في المسرح. لا طبعا لأنه أنت لما بتبقى في البلاتو ما بيبقاش واحد دافع تذكرة وجاي عشان دول يا بيجوا يتنقوروا لو كانوا زملاء أو يجي يشوفوا الفيلم يشموا خبر وده عامل إيه حاجات زي كده. إنما لما يجي واحد دفع فلوس أو واحد فنان زميلي وجاي عشان يتفرج عليا بيبقى لها تقدير تاني خالص. يعني الزملاء لما يدخلوا الاستوديو أثناء التصوير ساعات مش كلهم طبعا مش كلهم. إنما في منهم معروفين يعني كمان يخشوا كده يلسنوا يعملوا حاجة يعني ولو إن أنا ماليش في السينما قوي إنما أنا بشوف من كده يعني ببقى حاسة من الممثلات اللي ببقى معاهم ان بيه ناس بتغير ما حدش بيغير مني انا معرفش ليه. انما اللي معاهم انا بشتغل دايما تقولك ايوه هي جايالي علشان معرفش تعمل ايه ايوه عشان تقعد تقول ايه حاجات كده يعني. الناس وجودها قدامك بيديكي اندماج اكتر ولا لما بتمثلي في البروفات بتحس انك انت تبقي مندمجه اكتر؟ طبعا الناس وجودها بيديني يعني اندماج اكتر وخصوصا اذا كنت حاسه الجمهور متجاوب معايا فببقى مندمجه اكتر طبعا. رغم ان يعني الفنانات دايما في اثناء التصوير في السينما ما يحبوش يبقى فيه غرباء في البلاتو اثناء التصوير. يعني وجود الجمهور احيانا بيسبب نوع من التوتر للفنان. ده ما يبقاش موجود الاحساس ده في المسرح. لا طبعا لانه انت لما بتبقى في البلاتو ما بيبقاش واحد دافع تذكره وجاي عشان دول يا بيجوا يتنقوروا لو كانوا زملاء أو يجي يشوفوا الفيلم يشموا خبر وده عامل إيه حاجات زي كده. إنما لما يجي واحد دفع فلوس أو واحد فنان زميلي وجاي عشان يتفرج عليا بيبقى لها تقدير تاني خالص. يعني الزملاء لما يدخلوا الاستوديو أثناء التصوير ساعات مش كلهم طبعا مش كلهم. إنما في منهم معروفين يعني كمان يخشوا كده يلسنوا يعملوا حاجة يعني ولو إن أنا ماليش في السينما قوي إنما أنا بشوف من كده يعني ببقى حاسة من الممثلات اللي ببقى معاهم ان بيه ناس بتغير ما حدش بيغير مني انا معرفش ليه. انما اللي معاهم انا بشتغل دايما تقولك ايوه هي جايالي علشان معرفش تعمل ايه ايوه عشان تقعد تقول ايه حاجات كده يعني.